أغلق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ملف الدوري الممتاز بشكل مؤقت، وانصب كامل تركيز لاعبيه في مباراة النجم الساحلي التونسية المقرر لها الأحد المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية. جماهير وأنصار ميت عقبة يرفعون شعار التالتة تبدأ يا زمالك في مواجهة النجم الساحلي التونسي، فقدم أصحاب الرداء الأبيض مباراتين تاريخيتين من قبل في مواجهة بطل تونس، إلا أن التوفيق أدار ظهره لهم خلال المرتين، لتبقى الفرصة سانحة للزمالك للرد على فريق النجم في المرة الثالثة. وواجه الزمالك فريق النجم مرتين خلال الأدوار الإقصائية التي تقام بنظام الذهاب والإياب خلال مشوارهما ببطولات الأندية الإفريقية، والأولى كانت بنصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي عام 1999، وخسر الزمالك الذهاب في تونس بهدفين نظيفين في سوسة، وفاز في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف. وودع الفارس الأبيض المسابقة بقاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين عند التساوي في النتيجة. وفي المرة الثانية لم تكن الثلاثية التي سجلها الزمالك في شباك النجم بملعب بتروسبورت كافية للمرور لنهائي الكونفدرالية نسخة عام 2015 على حساب النجم الساحلي، حيث ساهم تدخل الحكم الجامبي بكاري جاسامة وإشهاره بطاقة حمراء ظالمة لمدافع الزمالك علي جبر مع الدقيقة الثانية من عمر المباراة في قلب الموازين، في محاولة منه لإحباط عزيمة بطل مصر وعودته الإعجازية للمنافسة على بطاقة الترشح للنهائي. الزمالك يلقى كل الدعم من رئيس مجلس إدارة النادي مرتضى منصور وباقي أعضاء المجلس، ومن جانب جماهيره المتعطشة للقب الإفريقي وعودة الأمجاد القارية للفريق بالظفر بلقب الكونفدرالية.